الأهلي الأفضل يهزم سيراميكا كليوباترا 1-0 وتأهل لنهائي كأس السوبر المصري لملاقات فيوتشر. كابتن شريف ألف مبروك، فوز مستحق، ولكن يعني أعصابنا باظت. ما هي دي مباراة الكؤوس دي. البطولة كانت حبوس. اللي كان صح. من غير الأهلي في النهائي؟ طبعا. البطولة كانت حبوس يا كابتن. طبعا. الناس اللي قاعدة في المدرجات دي كلها دي بطولة لوحدها. نادي الأهلي. وبعدين خش بقى كان اللي هيقول لك أنت خدت على البرونزية و ها؟ لا يعني بس ليه ده كله؟ أنا بس هو الأهلي كان الأفضل بصراحة يا كابتن شريف. طبعا ويستحق الفوز. الأهلي أفضل في أول شوط 4-5 أجوال، كل الكباتن قالوا لك. والشوط الثاني 3 فرص. احنا بندور على فرصة، احنا بيجي لنا بالخمس ست فرص. مظبوط. ده غير التصويبات اللي بتيجي من على ال 18 بره، ده غير الكوره اللي ضيعها طاهر، محمد طاهر قبل ما يطلع. اللي هي كانت بتاعت كريم فؤاد من الاول وبعدين راحت له. دي بقى هو احنا بنسميها عندنا في الكوره اسمها فرخه نزلت لنا كده من السماء بنحطها في الجون على طول. يعني في حاجات كتير قوي اذا كنا احنا بنتكلم باسلوب الكوره اللي هو الدارك اللي احنا بنقوله عندنا احنا في الكوره. يعني في حاجات كتير قوي جميله جدا في الملعب معموله، ها في مجهود كبير قوي بيتعمل، ولكن مش منظم، مش يعني سايبين، يعني فرقه سايبه لك نص الملعب كله يا كابتن ايمن. انت بالهدوء بالباص، مش لازم اباصي كتير كتير وانا تعبان، انا اقدر وانا بحالتي القويه جدا اللي بعمل فيها زياده عدديه في منطقه الخصم الناحيه الثانيه، ابقى عندي الباس باس 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 اللي هو يسهل عليا حتى لما الكره تتقطع اقدر اعمل الكونتر اتاك بتاعي انا اللي هو الكام باك ليا انا السليم. الراجل المذيع ما اعرفش اسمه ايه، عبده ولا عصام عبده، اسمه عصام عبده. مباراه تاريخيه ومباراه مش عارف ايه، وكل واحد عايز ينال من التورته بتاعه النجاح اللي النادي الاهلي فيه، فكل واحد عايز الحنجره بتاعته تزيد وتطلع وطول اركان اي الفرقه بتلعبك لو بصت عليك بصه صح بقت فرقه عالميه وبقت فرقه وهي ما جاتش اصلا. صح. في الحكايه كلها راحوا كده مره وراحوا كده مره، كويس؟ فالناس دي برضو ربنا عليهم، يعني فهمتني ازاي؟ بيرد عليهم بجول زي ده في وقت زي ده، ومش فاهم ايه حاله الاعتراض اللي هم بيعترضوا. انا برضو عايز اسال، انا مش فاهم ايه الاعتراض. هم بيعترضوا على ايه اصلا؟ بيعترضوا على السيراميكا مره وقال لك الكره دخلت الملعب واتحدفت الاوت. ماشي يا عم، لو في اي حاجه الفار هيرجع لك. وحتى اسلوب الاعتراض نفسه، يعني ايه اللي انتوا الولد اللي نزل قبل كده واخد انذار قبلها وبيعترض عليه، لسه نازل وبيعترض على الحكم زي ما يكون هو النائب العام بتاع الماتش كله جاي يعني برضو بيعملوا حاجات مش مفهومه وحاجات احنا لما بنلعب وبنتغلب ها ما بشوفش لعيب في النادي الاهلي بيعترض ولا يتكلم ولا يعمل اي حاجه. ولينا اسلوب مهذب حتى في التعامل مع الحكام في البتاع. الراجل النهارده بيكلمه امام عاشور بيبتسموا لبعض الحكم. فاحنا مستوى تاني وفي حته تانيه، و يعني مش عيب ان انا اعمل تدوير في الفرقه. يعني كنا هنحاسب بقى بعض، خدت بالك؟ لو احنا في حته تانيه النهارده كنا هنقول لا، او ليه فلان ده وليه ده ما لعبش وليه ده لا، وكهربا ليه ما نزلش في الاول، ليه مودست، كنا هنفضل نقول حاجات كتير قوي. ولكن امام عاشور اللي انا كنت قلت عليه من اول مباراه الحقيقه، لا نملك دام ما فيش حسين الشحات، لا نملك الا امام عاشور ذو الموهبه في الشوتنج، في نقل الملعب من الجزء ده للجزء ده، نقل الحركه جيد للتحركات اللي بيعملها، حابب انه يلعب ولازم يدي، وصغير في السن شايل الحكايه كلها. اتكلمنا عن سوليا، بيحمل سوليا ما لا طاقه له به في مسؤوليه كبيره النهارده سيمي فاينل. ف الحمد لله على كده، والبطوله مستمره، ومبروك لنادي فيوتشر، مبروك لعبهم باذن الله يوم الخميس ان شاء الله. هتبقى مباراه قويه ومباراه كبيره برضو. صحيح. اعتقد بقى لازم نرجع للسكواد بتاعنا اللي هو بتاع البطولات. مستر كولر ده بطوله، يعني دي بطوله في ايدك بجنب البرونزيه، هتبتدي مشوارك في السنه دي. خلاص تسكت اي حد، ما عادش فيه حتى احنا، ما حدش فينا يقدر يتكلم ولا حد فينا يقدر يروح. مبسوطين لجماهير النادي الاهلي هناك وهنا ولنفسنا، وبنشكر برضو اللعيبه وبنشكر الجهاز الفني، لان طبعًا الضغوط اللي عليهم في 14 طبعًا يوم خمس مباريات دي قصه كبيره جدا. صحيح. فالف مبروك، ونتقابل يوم الخميس ان شاء الله ونبارك لبعض يا رب.